نحن قررنا نصمد بأرضنا، هذا قرار، هذا الاقتصاد المنتج اللي بدنا نشجعه، ما بدنا نشجع الاقتصاد الريعي. وجمعنا شوية مصاري خلال هالسنة، قمنا بمشروع نعمل معمل محارم. نحن ننتج هلق حوالي 2000 طن باستا بالسنة. جربنا نوجد جميع أنواع الحلول، ما كانت تزبط معنا، لقررنا نعمل فرن. تعالوا فوتوا هيك لجوا لجوا لجوا، يلا 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 يلا، كل واحد يفتح ايده وياخذ حبتين قمح. يلا بدك منه حبه واحده، اعطيه الباقي لغيرك. يلا هاي، ها اعطيه لغيرك، اعملي معروف اعطيه لغيرك. ايوه امسكوا حبه القمح هاي وجربوا كسروها، جربوا كلوها، هيدا بيتاكل هذا القمح، بس انتبهوا اوعى تكسروا سنينكم. طلع ها، هيدا اسمه القمح القاسي، شفتوا ليش قاسي؟ اذا بتجربوا القمح اللي بيستعملوه للخبز هيدا بيكون قمح طري، القمح الطري ما بيسوى للباشتا. نحن بالبقاع ننتج القمح القاسي، هاي القمح القاسي منصدره لبرا. لما عملنا له فحص بمختبرات الجامعة اللبنانية طلع من أحسن أنواع القمح بالعالم، فيه 13.5% بروتين. بلشت القصة أيام الكوفيد، لما كنا محجورين بالبيت عم نجيب بضاعة نتحول، لقينا إنه في معكروني، بدنا نجيب معكرونة لبنانية. سألنا عنا ما لقينا فيه معكرونة لبنانية، ليش ما في معكرونة لبنانية مع إنه نحن بننتج قمح خارج المعكرونة؟ عملنا شوية أبحاث وسافرنا على إيطاليا وعلى أوروبا وعلى الصين وعلى مصر وعلى عدة بلدان، أخذنا أكثر من سنة لتأسيس المصنع. هي الأزمة الاقتصادية بحد ذاتها خلتنا نعمل هالمشروع بهاي المنطقة خصوصاً ببيسور. السبب الرئيسي هي العالم، قلة العالم اللي عم تشتغل، يعني يد العاملة العالم قاعدة بلا شغل وهيك، ونحن كان عنا شوية أموال بالبنك اضطرينا نسحبها على سعر الصرف اللي عم يسحبوه بالبنك 3900، وجمعنا شوية مصاري خلال هالسنة، فقمنا بمشروع نعمل معمل محارم. منجيب موادنا، عم نشتري المواد الأولية كلها من سوريا وعم نشتريها من تركيا، وفي من بعض الشركات المحلية بلبنان صراحة عم نجيبها من هونيك أرخص شوي، لأنه سعر كلفة الشحن بعدها وكلفة النقل والجمرك أرخص، كرمال هيك عم نجيبها من برا. هلا بما انه مصلحه جديده، نحن طبعا مثل كل الشركات جبنا حدا يعملنا تريننج تقريبا لمده شهر ونص، ليعلمنا على الماكينات كيف بيمشوا كيف بيشتغلوا كيف بيتصلحوا اذا بحال صار فيهم اي عطل. شغلنا تغليف وتعليب بكل الانواع، من رول تواليت لمحارم تنشيف، محارم ناعمه، لالومنيوم فويل وكلينك فيلم. هو فرن انا كنت جايبه سنه 95 من فرنسا، وعساس انه نشتغل فيه، ودارت الاحوال ما عاد جينا على لبنان. صارت الفكره انه اتصل فيه شخصين من بيسور على الجابون، انه عندهم فكره كانوا يعملوا فرن خيري لمساعده الشباب وضيع المنطقه. نحن هيدا الرغيف اللي عملناه هو عنيت الخير، يعني لازم يتوزع للناس المحتاجه وللناس اللي عن جد مش قادر تامن حاجه يوميتها. بوقت اخذ معنا سنه ونص تجهيزه لهيدا المبنى، ونحن عارفين رح نوصل لهالازمه، وهلا بس سكروا كل الافران والمطاحن سكرت ومزود ما بقى فيه، نحن كان خيارنا انه نفتح هذا الفرن ونبلش تشغيل. مبدئيا كل يوم نحن مندور من الساعه 6 تقريبا للساعه 2 3 وجه الصبح، حسب شو عندنا كميه لازم ننتجها. بتصير بطريقه، في ناس تيجي تتبرع مثلا ب 200 300 ربطه عنيت الخير، نفتح بنشتغل بنوزع. ضيعتنا والحوالينا كثير مرتاحين من وراء هالعمل الخير اللي تمنا فيه نحن والشباب اللي تبرعت، عندنا كثير مغتربين دعمتنا بالمصاري لقدرنا ننجز هيدا الموضوع. قوم تعاونوا ما غلبوا، تتقدر تبقى بالارض بدك مقومات صمود، وهيدي من مقومات الصمود انه نقدر نحن نشتغل ونشغل اهلنا. هو اول معمل معكروني بلبنان وخصوصا بضيعتي، ونحن كثير فخورين بهذا المشروع لانه بيامن فرص عمل للشباب وبيعطينا فخر انه في عنا معمل معكروني بضيعتنا. اللون تبع الباستا تبعنا بيطلع مش اشقر، بيطلع اسمر مثل بشرتنا نحن، لانه قمحنا لبناني، قمحنا مثل بشرتنا سمره مش صفره.
صار لي 4 أشهر أنا بشتغل هون. شغلتي كواليتي كنترول وفود سيفتي. نحن تقريبا هون شي 30 شخص جوا بيشتغلوا، 10 برا يعني بين درايفرز ومحاسبة وكل شيء. ونحن من فريقنا في 8% من فريقنا ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن في منا أكثر من نصهم نساء. منطبق فورمولا اسمها العامل شريك رب العمل، يعني لما الإنتاج يزيد عن حد معين نحن منشارك زيارة الإنتاج مع العمال تبعنا منشان يكون عن جد العامل شريك رب العمل. إجمالاً نحن عنا إنتاج يفوق 1500 ربطة باليوم. الحمد لله شوي شوي رح يصير عنا تصريف لل 1500 ربطة. كلنا تعلمنا هون يعني على المكانات وعلى الشغل كيف بيكون تسفيت، يعني كان تسفيت محارم ولا جوارير ولا تركيب رولات ولا مكانات. نحن همنا أول فترة نستمر علم شبابنا على الشغل، وعلى القليل نكون عم نطلع مصاريفنا وما نكون عم نخسر. هيدا الطحين اللي طلع منحط له مي، بس مي، مية نبع الرعيان اللي هي أنظف مي بلبنان. عم تطلع أحسن أنواع الباستا اللي بتضاهي الباستا الأوروبية. نحن ننتج هلق حوالي 2000 طن باستا بالسنة، بس لبنان بيستورد حوالي 40,000 طن. يعني بعد في مجال نحن منغطي جزء بسيط جدا جدا من السوق اللبناني. هلا صحي بيروت قلب لبنان والنبض تبع لبنان، بس نحن لازم نشجع الصناعات بالقرى كرمال هالنبض يزيد ويقوى، ما نضطر كلنا كمان ننزل على بيروت لنشتغل. لا مش لازم حدا ينطر حلول من حدا، لازم اللي قادر عنده حل يبادر فيه ويتكل على الله. عنيت الخير يتكل على الله، اكيد بتتامن طريق وبتفتح طريق لاشياء كثيره. سامعين الموتير اللي داير، موتير الكهرباء؟ نحن ما عندنا كهرباء، تجي الكهرباء يمكن نص ساعه بالنهار. بازمه المازوت وازمه المحروقات عندنا ازمه كثير كبيره، لكن الحمد لله يا ربي عم نقدر نتخطى هذه الصعوبات. لو كل ضيعة بيكون فيها مصنع مصنعين ثلاثة ببطل في بطالة بكل ضيعة. لما التلميذ يزور مصنع بتضل علقانة بذهنه، وممكن لما يكبر يعمل مصنع أكبر من هيك. وأنا هذا كان هدفي، إنه نجيب التلميذ يعملوا زيارات على المصنع تيشوفوا قديش ناس مثلهم قدروا يعملوا شغل كتير مهم. حلو التلميذ يعرف انه ببلده في صناعات وفي شغلات بوزيتيف مش بس الشغلات النيجاتيف.